بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وزير التربية والتعليم بعت رسالة امبارح لأولياء الأمور بخصوص الإرباكات والاضطرابات اللي حصل والخوف اللي حصل عندهم بسبب موضوع الأبحاث، لحد ما الراجل وصل وقال دي قلم رصاص وورقة واكتب البحث من الكتاب بتاع الطالب. يعني قال الموضوع مش سهل مش صعب، الموضوع زيه زي موضوع تعبير، يعني ما فيهوش اي تعب. نشر امبارح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك خلال رسالة صوتية، مقطع صوتي، ان الوزارة تقدم رحلة تعليمية. بداية الموضوع الوزارة بتقدم رحلة تعليمية كبيرة بقى، تمام، بداية من رياض الاطفال وحتى ما قبل المرحلة الجامعية اللي هو التعليم الثانوي. وبيقول تحرص الوزارة على تقديمها بدون قلق أو تكلف، فمش عايزين حد يشتري أبحاث، خلي ابنك ورق فلوسكاب ويكتب عادي. ولازم المنظومة الجديدة كانت تعمل الموضوع ده عشان تكسب الطلاب مهارات حياتية بجانب الأمور المعرفية. أكد شوقي أن أسلوب التقييم في المنظومة التعليمية الجديدة تغير إلى الأفضل، ولا يوجد اختبارات تقليدية، ولكن يتم التقييم على ما قدموه طوال العام، يعني مفيش حاجة جديدة. ولفت إلى أن نظام الامتحان التقليدي الذي يختبر الحفظ بكميات كبيرة تبدل إلى اختبارات أخرى معظمها يعتمد على المشاريع البحثية اللي احنا متفقين عليها. وأشار إلى أن النظام لا يعني كمال الطالب، يعني هو قال أنا مش عايز رسالة دكتوراه، قال هو أنا بقول لك اعمل رسالة دكتوراه، ده موضوع تعبير. يعتمد على المشاريع البحثية. وأشار إلى أن النظام الجديد لا يعني كمال الطالب في السنوات الدراسية الأولى، ولكن تطوير الطالب ومعالجة جوانب القصور. وكمل كلامه وقال أنه لا يمكن اعتبار التعليم ورقة أو شهادة خادعة، يعني الناس اللي عايزة تاخد شهادة وخلاص، لأ الشهادة دي مش هتبقى خدعة، يعني عاوز يقولك هتاخد شهادة محترمة، إنك أنت تروح بره تقول أنا معايا شهادة مصرية يخطفوك خطف بقى، مش دلوقتي يقولك لا لا مصرية مش عايزين التعليم بايظ في مصر كده، يعني عايز يقول كده على نقاط ضعف الطالب. وحذر الدكتور شرق وزير التربيه والتعليم من احباط الاطفال، يجب تانيبهم على اهمالهم. لا لا، قال لك سايس الطفل يعني وايه، واديله المعلومات ببساطه وبسهوله، تمام. يبقى هو دلوقتي خلاصه الموضوع ان البحث عادي اعمله بالورقه والقلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.